أفادت مصادر حقوقية ونقابية إيرانية بأن عددا من عمال السكك الحديدية في بندر عباس دخلوا إذن في إضراب عن العمل، هذا بداية من يوم أمس، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لمدة 3 أشهر، ما أدى إلى توقف العمل في المحطة وإغلاقها. وبدورهم أضرب عمال الخطوط والأبنية الفنية في السكك الحديدية في نور أباد شازند بسبب عدم دفع رواتبهم وأيضا حوافزهم عن شهر يونيو الماضي. وفي يومي السبت والأحد الماضيين أضرب عن العمل عدد من عمال الخطوط والأبنية الفنية، هذا في السكك الحديدية في أحمد أباد ورفسنجان وسيرجان وهرمزكان، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة.